هذا المنتدى حقيقة لأول مرة يعقد في دولة الإمارات، سيناقش مستقبل التدريس، وهذا يقتضي طبعا التكلم عن محاور مختلفة، منها طرق إعداد المعلمين أو ما هو مستقبل طرق إعداد المعلمين، تدريب المعلمين أثناء المهنة، هناك تحديات جديدة للتعليم منها التكنولوجيا، منها وجود الأطفال أصحاب الهمم في المدارس، كيف يتعامل المعلم مع هذه الفئة من التلاميذ. يشارك في هذا المنتدى معلمين وصانعين قرار من أكثر من 100 دولة، كل هذا عبارة عن بيئة خصبة لتناقل وتشارك أفضل الممارسات التربوية وأفضل الابتكارات المعنية بطرائق التدريس والممارسات التي تعزز مفهوم السعادة ومفهوم التعلم الإيجابي عند الطلاب وعند أولياء الأمور المرتبطين ارتباط وثيق بعملية تعليمية لدى الطالب.